متتبعي قناة فاس بلس، مرحبا بكم. احنا في داخل إقامة أزود بسيدي بوزيد بإقليم الجديدة. جينا هنا باش نتعرفوا على واحد المعاناة اللي تعينها بعض سكان هذه الإقامة، يعني هذه الإقامة اللي عرفت واحد النقاش واحد الجدل قانوني في السنوات الأخيرة، وتم الحسم في الملف ابتدائيا واستنافيا، ولكن مجموعة من السكان هنا باقا تعيشوا واحد الظروف اللي هي ظروف مزرية، ظروف لا تنتمي إلى القرن 21، خاصة الأمر يتعلق يعني منطقة اللي منطقة سياحية. كيف يعقل أن بعض السكان هذه الإقامة هذه مع الدملة مع الدملة ضو، يعني تي هم في يعني السنوات الأخيرة من العمر يعني ضحوا كثيرا من أجل الوطن، وفي الأخير تلقوا راسهم تعانيوا الولات داخل هذه الإقامة. أجي نشوفوا نوع تاع هذه المعاناة اللي تعانيوها هذه السكان هذه. سي أحمد، الإقامة أزود عرفت واحد النقاش كبير وجدل قانوني وكذا، بأن أنتم تتهموا واحد المنعش عقارب أنه نصب عليكم وهذا، والقضية مشات للمحكمة وحسم فيها القضاء. يعني بالنسبة لكم الوضعية الاجتماعية، البعض يقول أن تعيشوا واحد وضعية اجتماعية مزرية، ما عندكم لا مال ما عندكم لا ضو، يعني يا ريت تنقلنا على الصورة هذه، كيفاش شنو الوضع اللي تتعيشوه هنا في هذه الإقامة هذه؟ تنعيشوا وضع اللي هو مزري، لا ماء لا ضوء في آخر حياتنا، وأكثر من ذلك التهديد والضرب والشتم، وتنعيشوا تحت الرعب بهاد بالبلطجية، بهاد السيد تيصيفط لنا الناس، تيصيفط لنا الشماكرية اللي تيرعبونا، وآخرها وقع عليا اعتداء اللي خلاني نعس في المستشفى 3 أيام، وشاب عندي شواهد ديال 28 يوم ديال 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 الضرب والشتم. علاش ما عندكش الدور؟ ما واش الوثائق تاع الدار ما كاملاش؟ شنو المشكل بالضبط؟ المشكل انه هذا السيد هذا ما 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 كاينش اوراق لي ديال الوثائق ديال البيرمي دابيتي، وما كاين لا مال ضو، بما انه ما كاينش البيرمي دابيتي ما كاين لا مال ضو، لانه ما دارش الاعمال اللي كان خصها الدار. البعض يقول بانك انتم دخلتوا يعني صحه للديور هذا، ما عندكم الاوراق ما عندكم والو، هادشي اللي القضيه تاع الموت ضو ما عندكم. انا ساكن هنايا وعندي وثائق، عندي وثائق البطاقه الوطنيه ديال هاد البلاد هذه اللي عاطينها لي السلطات بانني ساكن هنايا، وانا راني مقيم هنا في هاد الاقامه، والدليل وكاين الوثائق ديال لويسي اللي جا كونستاتا بانني ساكن، والبطاقة الوطنية عطيها لي السلطات من داراك ومن جماعة. والملاحظة في جينا احنا في الزيارة هذه، السكان هنا تقريبا ما كاينينش، يعني غير نتا وشي ناس قلال، علاش تقريبا؟ راه كاين اللي مات، كاينين 3 اللي ماتوا، كاينين اللي ما قادرينش يعيشوا هنايا بلا ماء بلا ضوء وتحت الرعب وتحت التهديدات. فهاد الناس، هذا السيد هذا، هاد الشركة هادي، لأن هذاك ممثل ديال شركة وحنا شارين من عند شركة، داير علينا الرعب وتيبغي أنه أننا نملو. وكان تنطالبوا دابا باش تنطالبوا بوراقنا، تنطالبوا بوراقنا، وتنطالبوا باش نتمتعوا في آخر حياتنا، لأن شرينا قبر ديال الحياة. أنا شاري باش نستقر، ما جايش باش لابيسين، أنا باغي نستقر في بلادي. من بعد المعاناة اللي اعترفت لي بها الدولة، جيت الجديدة باش نسكن فيها، حيت باش نقرب راجلي الله يرحمه الشهيد اللي تدفن في جديدة، اللي تدفن في جديدة ماشي في سيدي بوزيد، وقربت باش ولادي يقربوا له، حتى صدقت في هذا الشيء ديال زعما فاش جيت لهنايا وتنلقى هذا الشيء ديال انتم كتشوفوا الباب، كتشوفوا كيسميتو، ما عندنا لا ماء لا ضو لا حتى شي حاجه، بقينا عايشين هنا ليل ونهار، وتنجيو حنا ما تنجيوش في الصيف، تنجيو غير في الشتاء. هذا ما كان هذا الشيء باش نكون مرتاحه، ربيت 3 الدراري حتى كبروا ولاو الرجال تزوجوا، ولادهم راهم غيتزوجوا، وانا مازال ما ساكنه ما والو.